السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نصور مع بعض كتاب التفوق وكتاب المراجعة النهائية سنة تالتة ثانوي، والكتاب ده فيه مفاتيح حل الأسئلة وامتحانات على الدروس وامتحانات على الأبواب والامتحانات النهائية، وكمان في ار كيو ممكن نجيب منه فيديوهات لحل الكتاب ده. الجزء اللي مع الكتاب والجزء ده مجانا مع الكتاب، مش بيتباع منفرد، وده كتاب المراجعة النهائية اهوت من جوه كله اسئلة اهو. طريقته غريبة شوية ان هو معوج كده اهو، مع الكتاب تمام. تعالوا نشوف الكتاب من جوه. في تطبيق عشان حل الكتاب خطوة خطوة، وجايبين بالصور اهيت ازاي احنا نقدر نفتح التطبيق ده ونتعامل معاه علشان خاطر ان احنا نقدر نحل الكتاب بسهولة تمام. ودي الاجزاء اللي موجودة في الابليكيشن علشان نقدر نتعامل مع الكتاب ونذاكر في البيت لوحدنا. ده محتويات الكتاب اهي يا جماعة، والدروس كلها اهي تمام، وكمان امتحانات نهائية 10 نماذج امتحانات على المنهج كامل، والنموذج بتاع 2021 والنموذج التاني بتاع 2021 ونماذج 2022 ونماذج 2023، والكتاب من جوه هو كتاب التفوق مش سايب اي حاجة خالص. التفوق في الكيمياء كتاب ممتاز قوي، مليان تمارين، وكمان بيدعم نظام البوكلت الجديد. الحقوا الكتاب بيخلص بسهولة جدا، ومعاه الكتاب الصغير اللي هو ملحق الاختبارات. والكتاب طبعا حلو قوي انه ليه ابليكيشن خاص بيه في شرح وتدريبات على الكتاب. الكتاب عامل 220 جنيه هو والملحق بتاعه.